وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأعنا على ما أقمتنا فيه، وردنا بما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه، وبارك لنا فيما أقمتنا فيه، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. ونحن اليوم في تكملة الفصل الذي تكلم فيه على حال عجز الإنسان عن القيام في صلاة الفريضة. فإذا عجز الإنسان عن القيام، والقيام ركن مع القدرة من الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، فلا بد أن تقرأ الفاتحة من قيام طالما قادر على القيام، وتكون النية أيضا من قيام، ويكون تكبيرة الإحرام من قيام طالما قادر على القيام، وإلا تبطل الصلاة. فلو صليت من جلوس مع القدرة على القيام بطلت الصلاة، إلا صلاة النافلة فلك أن تصلي من قعود مع القدرة على القيام، ولك نصف أجر القاعد في النافلة. أما الفريضة فلا بد من القيام إن أقدرك الله على القيام، ولو مع اعتماد، يعني مع استناد. لو تستطيع القيام مثلا وأنت متعكز على عكاز، يبقى يجب عليك القيام وأنت متعكز على العكاز، أو مستند على العمود أو على الجدار، يبقى تقوم مستندا على العمود أو على الجدار تصلي قراءة قطر قراءة الفاتحة. في أثناء قراءة السورة لك أن تجلس، في أثناء قراءة السورة لك أن تجلس، لكن تقف قدر قراءة الفاتحة في كل ركعة طالما قادر على القيام. من عجز عن القيام صلى من قعود، وأفضل القعود إن كان كل القاعدات بالنسبة له متساوية يبقى جلسة التشهد الافتراش أفضل من غيره. فإن كانت هذه الجلسة بالنسبة له جلسة صعبة تؤلمه في ركبه أو في قدمه أو في ساقه، له أن يجلس الجلسة اللي تريحه متربعا أو على كرسي، أي جلسة تريحه. فإن عجز عن القعود بكل هيئاته يبقى يصلي مضطجع. مضطجع عند الفقهاء يعني على جنبه، إنما ما يبقى نايم على ظهره بلغتنا احنا يسموه مستلقي، مستلقيا على قفاه يعني، إنما مضطجع يعني على جنبه. إن كان النوم على الجنب اليمين والشمال متساويان فيبقى اليمين أفضل وأولى، فينام على الجنب الأيمن متوجها للقبلة زي الجنازة. شوف أنت الجنازة بتحطها إزاي تصلي عليها، أو ينام زي الجنازة بحيث تبقى رأسه في جهة ناظر إلى القبلة كويس، ونايم كده في عرض القبلة على جنبه الأيمن. إن كان عنده ألم في جنبه الأيمن يبقى ينام على جنبه الأيسر. طيب ما يقدرش ينام على أحد جنبيه يبقى ينام مستلقيا، وإخمصيه قدماه للقبلة ورأسه عكس القبلة، عشان لما يجي يرفع رأسه كده يبقى باصص للقبلة. يبقى لو عجز عن الاضطجاع يصلي مستلقيا. طيب مستلقيا هيبقى بحيث تبقى قدماه في القبلة كويس، عشان لما يرفع رأسه كده يبقى باصص للقبلة، ومش شرط يرفع رأسه. الأولى لو قدر يرفع رأسه، افرض عنده ألم ما يقدرش يرفع رأسه، يرفع له السرير، الجزء العلوي من السرير اللي جهة الرأس، ممكن كأنه نصف قاعد كده. فإن كان يصعب عليه فلا يجب عليه رفع رأسه، يكفي أنه هو يبقى بهذه الصورة، ولا يستحب حتى رفع الرأس إن كان يصلي في الكعبة داخل الكعبة، لأن بالنسبة له سقف الكعبة قبلة، أو نائما على بطنه يبقى كأن أرض الكعبة قبلة، فهمتني؟ وطبعا إحنا الشافعية عندنا الصلاة داخل الكعبة تجوز في الفريضة، يعني لو صليت جوه حجر إسماعيل في الفريضة صحت صلاتك عند الشافعي. طبعا عند الحنابلة وبعض المذاهب التي وافقتهم
أن الصلاة داخل الكعبة لا تجوز إلا نافلة، أما الفريضة فلا تجوز لأنك داخل القبلة وليس متوجها لها. لا الطواف لا، نتكلم في الصلاة، الطواف لازم يكون حول الكعبة، احنا بنتكلم في الصلاة. فلو صلى داخل الكعبة وحجر إسماعيل من داخل الكعبة، لو صلى الفريضة داخل حجر إسماعيل عند الشافعية تصح، لا بأس به. كويس. لكن الآن طبعا في الحرمين بيمنعوا الناس من إيه أثناء صلاة الفريضة من الدخول داخل الحجر، على اعتقاد إن مذهبهم الحنبلي لا يجوز ذلك، ولا بأس خروجا من الخلاف، يعني خروجا من الخلاف علشان ما تصليش صلاة تبقى باطلة على بعض المذاهب وصايع على مذهب، فالأولى إنك أنت يعني تنصاع لهم ولا بأس في ذلك. لكن على أي حال كل جدار من الكعبة فهو قبلة، فأنت إذا توجهت لأي جدار من جدور الكعبة من داخلها فأنت في قبلة فلا بأس. طيب، عجز حتى عن الاستلقاء، يعني عجز عن القيام فقعد، عجز عن القعود فاضطجع، عجز عن الاضطجاع فاستلقى، عجز عن الاستلقاء حتى، يبقى إيه؟ يومئ برأسه، لو كانت حركته عند رقبته حركة في الرقبة في الفقرات العنقية يبقى يومئ برأسه، يبقى يعمل فارد رقبته كده كأنه قائم، وبعدين يعملها نص تانية قدام كأنه راكع، وبعدين يتنيها كده ذقنه على رقبته كأنه ساجد إذا كانت رقبته سليمة. طيب عجز عن ذلك يبقى يومئ بأجفانه، بأجفان عينيه. عجز حتى عن حركة عينه يبقى يجري أحكام الصلاة على قلبه، يوم إيه يستشعر في قلبه إنه الآن قائم فيقرأ الفاتح، ثم بعد ذلك يستشعر في قلبه أنه راكع فيقول سبحان ربي العظيم، ويستشعر في قلبه أنه رفع من الركوع، يعني يجري أركان الصلاة على قلبه، فلا تسقط عنه الصلاة ما دام فيه عقل يدرك ما حوله حتى ولو فقد الحركة تماما. وهذا يدلك على أهمية الصلاة. ده خلاصة ما سوف نقرأه اليوم. احنا كنا وقفنا على قوله ومن عجز عن الجلوس، أي بأن حصل له من الجلوس المشقة المتقدمة في القيام، يعني ما يقدرش يجلس، عنده آلام شديدة ما يقدرش يجلس، صلى مضطجعا، أي لحديث عمران السابق، سيدنا عمران بن الحسين كان مريض وكان ظل مريضا حوالي 20 عاما نائما على ظهره، حتى أنهم فتحوا له فتحة تحت فراشه ليتبرز منه، وظل حوالي 20 سنة يمرض مستلقيا هكذا على ظهره، كان عنده داء الاستسقاء أو داء الكبد، فشل كبدي، وكان عنده بواسير، يعني كان عنده مرض كبد، وده مشهور عند المصريين الآن، حتى أنه اكتوى بسبب النزف الذي كان ينزف منه، كانت تصافحه الملائكة عيانا فكان يرى الملائكة، فلما اكتوى صار لا يرى الملائكة كما كان، فترك الكي لأن الكي خلاف الأولى، فلما فعل خلاف الأولى حرم فضيلة رؤية الملائكة، فلما ترك الكي عادت الملائكة تعوده وكان يراه. ده سيدنا عمران بن الحسين رضي الله عنه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بأنه إذا عجز عن القيام فليصلي قاعدا، وإذا عجز عن القعود فيصلي مضطجعا، فإذا عجز عن الاضطجاع يصلي مستقيما، لأنه كان مريض. أي لحديث عمران السابق والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، طالما هيصلي مضطجع يبقى إذا كان الجنب اليمين والشمال متساويان عنده يبقى نختار له اليمين، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن ويكره على الأيسر بلا عذر كما جزم به في المجموع. طب افرض صلى على الأيسر ويستطيع الأيمن، يبقى كره وصلاته صحيحة، مكروه بس صلاته صحيحة، فهمتني؟ لكن الأولى يصلي على اليمين. ويستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوبا، يعني واجب عليه أنه يستقبل القبلة زي الجنازة كده، معترضا للقبلة نائما على جنبه متوجها للقبلة. ويجب أن يجلس للركوع والسجود إن لم يشق عليه. لو كان الجلوس لحظة أنه هو يجلس كده ويركع ويسجد جالسا لا يشق عليه يبقى يجب عليه الجلوس، فإن كان لا يشق عليه يبقى ساعتها يصلي كل صلاته مضطجعا. فإن عجز عن الاضطجاع اللي هو على اليمين أو اليسار، أي للحوق المشقة السابقة له من الاضطجاع، صلى مستلقيا على ظهره أو على قفاه، يعني أي لحديث عمران السابق
على رواية النسائي، رواية النسائي فيها فمستلقيا على ظهره، إنما بقية الروايات ما كانش فيها مستلقيا. ورجلاه للقبلة، يبقى إيه؟ يصلي كده، لو كانت القبلة مواجهة يبقى كأنك أنت مادد رجليك للقبلة ونايم كده على ظهرك، وبعدين بحيث لو رفعت رأسك تبقى باصص للقبلة، يبقى هذا وضع المستلقي، بخلاف اللي على جنبه يبقى معترض للقبلة. يبقى المستلقي يبقى رجليه للقبلة وعلى جنب يبقى معترض للقبلة، فهمتني؟ الإنسان بيدفن في وضع الاضطجاع في الدفن، واخد بالك؟ يبقى بينام على جنبه الأيمن متوجها للقبلة، زي ما بتصلي عليه كده بتروح تدفنه في نفس الوضع ده. لكن لما يجي يعجز عن الاضطجاع في الصلاة بيصلي رجلاه للقبلة. في ناس بيدفنوا الوقت رجليه للقبلة، في كثير من الشباب الوقت اللي قرأ الكتب وما فهمش يدفن الناس بالطريقة دي، يخلي رجلينه، يقول لك علشان لما يقعدوه يسألوه يبقى متوجه للقبلة. تفنينة من مخه كده غريبة، جابها منين ما نعرفش، لكن هو المفروض أولا هما مش هيقعدوه القعود الحسي، لأن هيقعدوه ازاي حسا وانت حاطط عليه طبقات الأرض؟ يعني هيقعد ازاي؟ انت لما تدفن في اللحم مفيش فراغ يقعد فيه، وكذلك في الشق. احنا دلوقتي كأننا بندفن في أوض في مصر يسموها فساقي، فسقية، فدي بتتصور انه بيقعد، لكن الحقيقة الدفن الحقيقي مش في الفساقي اللي ابتدعها المصريين، لأنها لا تحول عن رائحة الميت، لأن القبر الواجب فيه أنه يمنع الرائحة ويمنع نبش القبر ويواري جسده، يواري الجسد ويمنع الرائحة. الفسائل اللي احنا بندفن فيها دي ما تمنعش الرائحة، درجة أنك أنت لو مريت في القبور تشم ريحة وحشة تعرف أنهم دافنين واحد من أسبوع مثلا، يبقى ما لا تؤدي وظيفة القبر عند المسلمين. وعشان كده نص الإمام البيجوري أنها مكروهة بل حرام. فلكن لما نيجي نتصور ان الدفن في اللحد والشق لا فراغ فيه، ان الانسان يجلس اصلا، يبقى الجلوس لاضجاعه في القبر اضجاع مش حسي، زي اضجاعك وانت نائم في السرير في المنام. انت وانت نايم في السرير متغطي بالبطانية مش بتحلم انك انت قعدت وخرجت ومشيت وانت زي ما انت نايم متغطي. كذلك المتوفى يضجعانه فيجلس، يجلس جلوس مش حسي انت ما تشوفوش، هو الوقت جالس بيسأل وانت شايفه نايم مدفون في طبقات الارض، لكن هو الوقت جالس زي اللي نايم جنبك وهو بيحلم انه سافر وراكب طيارة وراكب مركب وراكب حصان بيجري بيه وهو نايم جنبك ما بيعملش حاجة، فهمتني؟ زي بالظبط، لان الرسول قال ايه؟ تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. فيبقى حياة البرزخ تشبه حياة المنام، حياة المنام كده. عشان كده لا يستبعد على الإنسان أنه يتوقع أنه ممكن يبقى الإنسان مدفون في قبره وقايم بيصلي ورايح يعمل عمرة ويروح يقابل النبي ويقابل الأرواح الطاهرة وهو ده كله في قبره، ليه؟ زي ما هو نايم في أوضته وعلى سريره ويروح يعمل ده كله هو في المنام، ما فيهاش حاجة، لا ينتقل، لا يوجد انتقال للجسد، فالجسد يفضل في قبره زي ما هو، والروح متعلقة بموضع الجسد وإن كانت منطلقة حيث شاءت، إن كانت روح طيبة. يبقى حكاية يضجعانه دي اللي قلق بعض الشباب، اللي يقولك علشان لما يقعدوه في قبره يبقى باصص لقبلة، هو ما بيقعدوهوش حسا، ده بيقعد مناما كأنه منام، وإن كان يشعر بالعذاب والنعيم، لأن أنت لما بتشوف كابوس بتقوم برضه مرهق كأنك أنت اتعذبت، مش كده؟ برضه لما تشوف حاجة حلوة تبقى قايم سعيد كأنك اتمتعت، لو شفت النبي مثلا ودخلك الجنة في المنام تصحى كأنك أنت كنت في فسحة جميلة، مش كده برضه؟ ولو شفت واحد بيجري وراك بسكينة وأنت بتجري تصحى تعبان مرهق كأنك أنت كنت فعلا بتجري بتلف. يبقى العذاب الروحاني ده اللي موجود في القبر ده عذاب روحاني جسماني معنوي، وله نوع من الحس، وتراه في صورة الكابوس، كويس؟ لكن يوم القيامة العذاب هيبقى جسماني معنوي حسي كله، مش معنوي بقى، لأن ربنا هيبعث الأجساد مرة أخرى وتيجي الروح تدخل الجسد تاني مرة تانية، ويبقى ساعتها هيبقى عذاب حسي جسماني، واخد بالك؟ وعلشان كده لازم الواحد يراعي مثل هذه المعاني.
يبقى لما يجي يصلي قلنا لك مستلقيا، يبقى تبقى ايه رجليه للقبلة، بحيث لو بص كده رفع رقبته يبقى بص للقبلة، ورجلاه للقبلة عبارة الخطيب، واخمصاه للقبلة عبارة الخطيب الشربيني قال واخمصاه، اخمصاه اللي هي الاخمصين اللي هو باطن القدم، الاخمص اللي هو باطن القدم، في وصف سيدنا عيسى يقول لك ايه اخمص الاخمصين، خد بالك ازاي، يعني كان يعني كأنه عنده شوية كده فلات فوت. وإخمصاه للقبلة، والإخمصان تثنية أخمص، وحقيقته المنخسف في باطن القدم اللي هو الحتة المرتفعة شوية في باطن القدم ما بتلمس الأرض، اللي هي عند الواحد اللي عنده فلات فوت تلاقيها برضه إيه منخسفة كده ولمس الأرض. وحقيقته المنخسف في باطن القدم، لكن المراد به هنا جميع باطن القدم. ولعل ذلك هو السر في قول شارحنا ورجلاه للقبلة، قوله فإن عجز عن ذلك كله، عجز بقى عن كل الحاجات دي، عن القعود وعن الاضطجاع وعن الاستلقاء على قفاه، أي المذكور من القيام والقعود والاضطجاع والاستلقاء، قوله وقوله أومأ بهمزة في آخره، وقوله بطرفه بسكون الراء أي بصره. وأما الطرف يبقى الطرف اللي هو البصر، والأولى يقصد أجفانه، يعني أجفانه. طب افرض جفنه ما بيتحركش، لكن نفس حجر العين بيتحرك، يبقى إيه بنفس حجر عين يخلي السواد لفوق يبقى كأنه قائم، ويخلي شوية لتحت كأنه راكب، وبعدين يخليه لتحت خالص كأنه ساجد، يعني فأتوا مما أمرتكم ما استطعتم. يبقى أجفانه إن عجز عن أجفانه يبقى بعينه، بحجر عينه نفسه، وإن كان عنده حركة في حجر العين. يبقى قوله بطرفه بسكون الراء بصره. وأما الطرف بفتح الراء فهو آخر الحبل أو آخر الشيء عموما، آخر الشيء يسموه طرف الشيء، كويس، إنما الطرف اللي هو العين. ولو عبر بأجفانه لكان أولى، وقال أسقط الشارح قبل ذلك مرتبة وهي الإيماء برأسه، مع جعل سجوده أخفض من ركوعه، على أن هذه العبارة يغني عنها قول ويومئ برأسه، هو قال في الآخر ويومئ برأسه، فهو دخلها ضمنا مع العين، يعني مع ما فيها من المؤاخذة فالأولى إسقاطه. ونوى بقلبه، يبقى أومأ بأجفانه ونوى بقلبه، هذا معلوم لأن النية لا تكون إلا بقلبه، النية محلها القلب فلا تكون إلا بالقلب، ولعل مراد أن ينوي بقلبه من غير تلفظ بالنية لكونه عاجزا عن الأقوال، إذا كان عاجز عن الكلام يبقى ساعتها ينوي بقلبه بس، لأن إحنا عندنا التلفظ بالنية عند الشافعية سنة، التلفظ بالنية عند الشافعية سنة، وهو بدعة عند المالكية. بدعة يعني إيه عند المالكية؟ يعني مش بدعة ضلالة، يعني ما كانش مشهور عن الصحابة، دي بالمعنى اللغوي، زي ما سيدنا عمر قال نعمة البدعة هي على صلاة التراويح لما جمع الناس، لا يقصد البدعة بمعناها القبيح، وإلا ما كانش جمع الناس على صلاة التراويح، لكن يقصد أنها لم تكن على العصر الأول، يعني في عصر النبي، وإن كانت توافق مراد الشارع من اجتماع الناس على الصلاة. يبقى الصحابة أحيانا يطلق كلمة بدعة ولا يقصد بها المعنى القبيح الذي هو معنى الضلالة، ويقصد بها المعنى اللغوي وهو أمر لم يكن في العصر الأول، وإن كان الشرع يجيزه. فهمت؟ زي المدارس الوقت، المعاهد الدينية والمدارس اللي بتعلم الناس وتطلع علماء دين، هي دي بدعة، ما كانتش على عصر النبي مدارس دي، لكن بدعة من حيث اللغة، لكنها مطلوبة من حيث الشرع. ربنا قال فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين، فالتفقه في الدين ده أمر مطلوب شرعا، فلما طلب شرعا احتاجنا اننا نعمل مدارس نعلم الناس، ومعاهد وجامعات نعلم الناس ونطلع منهم علماء، فاصبح المساله دي ايه بدعه من حيث اللغه وان كان الشرع يطلبها. يبقى كلمه بدعه لما يجي يقول لك ان التلفظ بالنيه بدعه عند المالكيه، يقوم يقولها الامام الوقتي على الملأ امام الناس زي في مساجد الجمعيه الشرعيه، مش فاهم كلام الامام مالك اصلا، لانه بيقول كلمه بدعه على انه بينفر منها، في حين الإمام مالك لا يقصد التنفير بل يقصد أنها لم تكن على العصر الأول. وعلشان كده الإمام الشافعي هو تلميذ الإمام مالك، وجد أن التلفظ بالنية أمر مطلوب شرعا، والنبي تلفظ بها في الحج،
بلسانه، وقال الأعمال بالنيات، وأن الصحابة لم يتلفظوا بالنية في الصلاة لتكررها وحضور قلبهم، أما نحن بسبب انشغال قلبنا في أمور الدنيا وعدم حضور القلب، فيستحب أنك أنت تتلفظ بها لتعين القلب، فيبقى التلفظ بها سنة ليعين القلب، لأن القلب هو محلها الأصل. أدي معنى الكلام. وعلشان كده بيقول إيه: ولعل مراده أن ينوي بقلبه من غير تلفظ بالنية. يعني الإمام مالك عنده صلاة الضحى بدعة، قايل كده صلاة الضحى بدعة، وقال التلفظ بالنية بدعة. يعني معنى كده أن الإمام مالك ما يصليش الضحى؟ لا بيصلي. يقصد بدعة برضه أنها ما كانتش مشهورة على الصحابة الشهرة الكبيرة دي اللي كل الصحابة تواظب عليها وتروح، لا ده كان بعض الناس تصليها وبعض الناس تتركها، وما كانتش مشهورة كده في العصر الأول، فهمتني؟ انما البدعه الجديده اللي ايام الامام مالك بقى ان الناس انتشرت صلاه الضحى لدرجه كانوا كلهم يسيبوا محلاتهم ويجوا على المسجد النبوي على الساعه 10، يدخلوا جماعات كتيره كان في صلاه فريض، يخشوا يصلوا الضحى ويرجعوا شغلهم تاني. فقال المنظر ده بدعه. الصحابه ما كانتش تعمل كده. ادي معنى كلام الامام. مش معنى انك انت ما بتصليش. فهمت بقى الامام مالك لما يقول بدعه يقصد بيها ايه؟ لما تيجي بقى تقرا ان صلاه الضحى بدعه عند المالكيه، مش معناها ما تصليهاش، لا، ده يقصد بيها معنى تاني. الإمام مالك يقصد بيها معنى تاني، إنما بتوع اليومين دول عنده كلمة بدعة لا تساوي إلا الضلال، ما يفهمهاش إلا بهذا المعنى، وبالتالي هيبدع سيدنا عمر لما قال نعمة البدعة هي. لا، يبقى البدعة عند لغة العرب أوسع من البدعة الضلال التي هي المقصود التنفير عنها في الحديث، وهي البدعة التي لا توافق الشرع الشريف. يبقى البدعة التي لا توافق الشرع الشريف هي دي اللي حرام، هي دي اللي ضلال. إنما أي شيء مستحدث يوافق الشرع الشريف ويؤدي إلى مقصود الشرع فتكون بدعة من المعنى اللغوي، وتكون مطلوبة بالمعنى الديني. فهمت بقى المسألة؟ ولعل مراد أن ينوي بقلبه من غير تلفظ بالنية لكونه عاجزا عن الأقوال، وإن كان التلفظ بالنية سنة عند القدرة، ده عند الشافعية. التلفظ بالنية إيه؟ سنة عند القدرة، خلافا طبعا للاحناف وخلافا للمالكيه، عندهم ما يتلفظوش بالنيه، يستحضرها بقلبه كده، يقف كده ساكت عند تكبيره الاحرام، يستحضر بقلبه هيصلي ايه ولا الله اكبر. دول مالكيه كده، والاحناف كده، والحنابله كده. الشافعيه يقف يقول نويت صلاه فرض العشاء اداء مقتديا الله اكبر، لا باس، ده كده لا باس وكده لا باس، ما فيهاش مشكله، يعني ليست فيها اشكال كبير ونفرق فيها الامه ونعمل بيها مشاكل في المساجد. قوله ويجب عليه استقبالها بوجهه، ويجب عليه يعني على الذي يعني ينام مستلقيا على قفاه لعدم القدرة على الاضطجاع في الصلاة، انه يستقبل القبلة بوجهه، بوضع شيء تحت رأسه، بحيث يوضع مخدة كده تحت رأسه، او ترفع له السرير من جهة رأسه بحيث يبقى متوجه للقبلة باصص ليها كده. اي ان قدر عليه، فان عجز عنه، افرض عجز عن انه يعمل كده، رقبته بتوجعه ما يقدرش يرفع دماغه كده، او تيجي ترفع له نص السرير كانه نص قاعد، ظهره بيوجعه ما يقدرش. فان عجز عنه وجب الاستقبال بالاخمصين فقط، يبقى كفايه تبقى رجليه للقبله وخلاص، وسيبه في حاله لانه مريض. ومحل ذلك كله اذا لم يكن في الكعبه، لكن لو كان جوه الكعبه وهي مسقوفه لها ساقر، وإلا فلا يجب عليه وضع شيء تحت رأسه، لأنه كيفما توجه فهو مستقبل لجزء منها، حتى لو كان في الكعبة كفى أن ينكب على وجهه، وإن لم تكن مسقوفة لأنه مستقبل لأرضها. واضح الكلام ده؟ ده مبني على أن الشافعية يجيزون صلاة الفريضة داخل الكعبة، أما بقية المذاهب لا تجيز صلاة الفريضة داخل الكعبة وتجيز صلاة النافلة فقط. قوله ويومئ برأسه في ركوعه وسجوده، يبقى يومئ برأسه كده بحركة رقبته في ايه؟ في الركوع والسجود. ويجعل حينئذ سجوده أخفض من ركوعه. وقوله أومأ بأجفانه، ده لو فقد القدرة على حركة الرقبة يبقى ايه؟ يحرك أجفانه. ولا يجب حينئذ أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه على المتجه، خلافا للججري ومن تبعه، لعدم ظهور التمييز بينهما حسا في الإيماء بالأجفان،
بخلاف في الإيماء بالرأس فإنه يظهر التمييز بينهما فيه. يعني تملي حركة الجفن المسافة بتاعت حركة الجفن مسافة بسيطة، فعلشان يومئ بأجفانه يوم يبحلق كده وبعدين يخليها نص نص زي ما يقولوا المصريين، يقول لك ده مسبل وبعدين يروح مغمض كده كأنه ساجد. يمكن الحركة دي كمان تصعب عليه، لأن احنا بنتكلم على إنسان بقى ده نايم عاجز عن كل حاجة، غلبان خالص من شدة ضعف. فيقول لك مش شرط إنها تظهر حركة الأجفان حسا، يعني يومئ بأجفانه على قد ما يقدر، يعني مش شرط إيه تبقى إيماء حسي تميزه أنت بنظرك، يعني يكفي إن هو يبقى حاططها في مخه في باله يعني، ويحرك أجفانه على القدر اللي هو يستطيعه. إنما الإيماء بالرأس بيبقى ظاهر حسا، تقدر يبقى عامل كده كأنه قائم، عامل كده كأنه راكع، منزل دقنه على صدره كأنه ساجد، تبقى واضحة حسا. فإنه يظهر التمييز بينهما فيه. فإن عجز عن الإيماء بها، يعني حتى بعينه عجز خالص، والوقت الناس تبقى صحيحة وسليمة من مجاميع وترك الصلاة، عشان تعرف أهمية الصلاة، يبقى ماشي صحيح وسليم من مجاميعه وترك الصلاة. واحنا قاعدين بنتكلم على واحد خلاص مش قادر يتحرك ولا حتى عينيه بيحركه، ونقول له برضه صلي، عشان تعرف أهمية الصلاة بس. فإن عجز عن الإيماء بها أي بالأجفان، وقول أجرى أركان الصلاة على قلبه أي أخطرها، يعني يعملها كأنها خاطرة كده في قلبه إنه واقف الوقت، بقدر ما يقرأ الفاتحة حتى لو عجز عن النطق يفضل كده مستحضر خاطر في قلب إنه واقف الوقت بقدر قراءة الفاتحة، وبعدين بقدر الركوع، وبعدين بقدر الرفع من الركوع، وبعدين بقدر ما يسجد، بقدر ما يرفع، لحد ما ينتهي من صلاته يجري الأركان على قلبه. قولية كانت أو فعلية، يعني كانت هذه الأشياء في الصلاة قولية، يعني أشياء تقال باللسان، أو فعلية يعني حركة، قيام، ركوع، رفع من الركوع، جلوس بين السجدتين وغير ذلك. إن عجز عن الأقوال كالأفعال، ويسن له إجراء السنن أيضا على قلبه، فيجري الصلاة على قلبه وجوبا في الواجب وندبا في الإيه في المندوب، فينوي بقلبه ويمثل نفسه قائما، أو يمثل نفسه قائما، يعني يستشعر نفسه قائما وقارئا وراكعا وهكذا. ولا يلزم نحو الجالس والمومئ إجراء الأركان على قلبه كما نقله الرملي عن الإمام، لكن اللي جالس مش شرط يجري الأركان على قلبه، لأنه بيصلي من جلوس فحقيقي يوطي ويعمل، مش محتاج يجريه على قلبه. الإجراء على القلب ده للي عاجز عن الحركة الحسية تماما. والمصلي قاعدا للعجز عن القيام لا قضاء عليه، ما يقضيش بقى، يعني لو صلى قاعدا بسبب أصابه مرض مثلا شهر كده ولا حاجة وبعدين خف، ما يعيدش بقى الصلاة اللي صلاها من قعود في خلال الشهر ده، خلاص يبقى انقضت على الصحة. والمصلي قاعدا لا قضاء عليه. وكذا المصلي مضطجعا أو مستلقيا مع الإيماء برأسه أو بأجفانه أو إجراء أركان الصلاة على قلبه، نعم إن كان ذلك لإكراه وجبت الإعادة لندرة الإكراه في الصلاة. يبقى إمتى يعيد لو صلى قاعدا الفريضة أو مضطجعا لو أكرهه على ذلك معه القدرة على القيام؟ وده نادر، وده شيء نادر، ولندرته لا حكم عليه، فيقول لك يبقى يعيدها بقى، لأن ده نادر، ممكن الإنسان يعيش عمره كله ما يمرش بالمرحلة دي. وكذلك من صلى وهو مصلوب على خشبة، يعني خدوه دخلوه سجن أبو غريب وعلقوه على خشبة لمدة أسبوع، وبعدين جت عليه أوقات الصلاة فصلى على الخشبة دي إلى غير قبلة وبغير وضوء، يبقى لما يبقوا ينزلوه يحنوا عليه أو نخلص منهم وربنا ينصرنا عليهم وننزله، يبقى يعيد الصلوات اللي صلاها على هذا الوضع تاني، يبقى هو صلاها لإدراك حرمة الوقت كويس، ويعيدها لإدراك الصحة، يبقى بيصليها علشان يبرأ ذمته وقتا بوقت كأنها أداء واسمه فاقد الطهورين كويس، وبعدين يعيدها تاني. طبعا عند الأحناف عشان عندنا الشيخ راشد حنفي فاقد الطهورين ده ما بيصليش، يستنى بقى لما يبقى ربنا يمن عليه كده وبعدين يبقى بعد كده يبقى يصليه، إنما عندنا فاقد الطهورين يصلي على حاله. يبقى وهو مصلوب على خشبة مثلا فتجب عليه الإعادة، لأن دي نادرة زي الإكراه برضو، الإكراه نادر
وايه والصلب نادر، انما انه يجي له مرض يعجزه عن القيام ده مش نادر، لان كل الناس عرضه للمرض، فيبقى فتره المرض ما يعيدش، لكن الحاجات التانيه لندرتها يبقى يعيدها. ولا ينقص اجره، طالما صلى قاعدا لعجزه عن القيام بياخد اجره كانه قائم، ولو صلى مضطجعا لعجزه عن القعود ياخد اجره كانه قائم بالظبط. كويس؟ ولا ينقص اجره لانه معذور، وكذلك المصلي مضطجعا او مستلقيا ولو مع اجراء الصلاه على قلبه لانه معذور ايضا. واما قوله صلى الله عليه واله وسلم هو وارد على قوله ولا ينقص اجره، يعني الكلام اللي جاي ده يرد على قول المصنف اللي هو الشارح ولا ينقص ذلك من اجره، لان النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا له نصف اجر القائم، ومن مش كده برضه؟ فقول لك ده في صلاة النافلة مع القدرة على القيام، إنما إحنا بنتكلم في العجز عن القيام أصلا في الفريضة، فده غير محل الحديث. محل الحديث في حاجة وإحنا بنتكلم في مسألة تانية. وهو وارد على قوله ولا ينقص أجره، وحصل الجواب أن كلامنا في العاجز والحديث في القادر. من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، أي مع تساوي صفات الصلاتين، بأن لم تزداد بأن لم تزد إحداهما بنحو خشوع أو تدبر قراءة أو ذكر أو نحو ذلك. واعتمد الرملي، الإمام الرملي محمد اللي هو إيه، شهاب الدين نور الدين محمد الرملي، أبوه كان شهاب الدين أحمد الرملي، كانوا الاثنين علماء كبار في الشافعية، ابنه نور الدين محمد الرملي كانوا يسموه الشافعي الصغير، وهو من رملة لينجل تبع المنوفية في مصر، نسب إلى بلدي الرملة اللي هي رملة الإنجل. الإمام الرملي كان من علماء القرن العاشر الهجري تقريبا. واعتمده الرملي تبعا لإفتاء والده أن 10 ركعات من قيام، من قيام رمضان، أفضل من 20 ركعة من قعود. مع إن الحديث بيقول لك هم المفروض ياخد نصف أجر القائم، يبقى 10 ركعات تساوي 20 ركعة من قعود، لأنه له نصف أجر القائم، لكنه اعتبر إن 10 ركعات من قيام أفضل من 20 ركعة من قعود مع استواء الزمان والصفات من حيث الخشوع والذكر وكله بقى، لو استوى كل حاجة يبقى. لكن مقتضى الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم أن 20 ركعة من قعود مساوية في الأجر لـ10 ركعات من قيام. يبقى إيه؟ ده مقتضى الحديث، لكن يبدو أن الإمام الرملي له فقه في معنى الحديث خلاه أنه يقول المعنى ده. لكن بقيه علماء الشافعيه ما مشيوش ورا الامام الرملي في الحته دي، قالوا ان مقتضى الحديث بيقول ان 10 ركعات من قيام تساوي 20 ركعه من قعود مع تساوي كل ايه المتغيرات الاخرى من حيث القراءه والخشوع والتدبر والذكر وغير ذلك. ومن صلى نائما اي مضطجعا لا مستلقيا، الحديث لفظ النبي من صلى نائما، طبعا نائم يعني مش نائم بتشخر، لان احنا بنصلي ازاي وانت نايم، يعني يقصد نائم يعني في وضع كان نائم متيقظ اللي هو مضطجع، يعني لانها وردت روايات اخرى من صلى ايه مضطجعا. ومن صلى نائما اي مضطجعا لا مستلقيا لعدم وروده كما مر، ولذلك لم يقل ومن صلى مستلقيا فله نصف اجر المضطجع، فله نصف اجر القاعد، مقتضى ان 20 ركعة من اضطجاع مساويه لـ10 ركعات من قعود، وعلى قياس ما تقدم عن الرملي ان 10 ركعات من قعود افضل من 20 من اضطجاع، فمحمول على النفل عند القدرة. يبقى كلام النبي ده محمول على ايه؟ على صلاة النفل عند القدرة على القيام ياخد نصف اجر القاعد، لكن احنا بنقول نفس اجره هياخده هو قاعد او مستلقي في الفريضة طالما كان عاجزا عن القيام او الاتجاع فيبقى نفس اجر. والحديث معروف ان الله يكتب للمسلم ما كان يفعله في حال مرضه وسفره، ما كان يفعله صحيحا مقيما مقبولا، وعشان كده وانت صحيح مقيم تحاول تواظب على الطاعات على الوجه الاكمل. لك ليه بقى؟ علشان لما يجي لك سفر او انشغال او مرض ربنا بيكتب لك اللي كنت بتعمله وانت صحيح مقيم. واحد صحيح مقيم ما بيصليش في الجامع، بيصلي في بيته، وبعدين جه مرض يتكتب له صلاته صحيحه بس في بيته. لكن كان هو صحيح كان مواظب على صلاه الجماعه في المسجد، يقوم يبقى هو مريض ربنا يكتب له انه جه المسجد صلى جماعه وقعد في بيته. فيبقى الانسان في حال حياته في حال عافيته يواظب على الطاعات في صوره كامله علشان يبقى بيستثمر فتره مرضه
يقوم ربنا يكتب له الأمور على الوجه الأكمل وهو مريض. ومن صلى نائما أي مضطجعا لا مستلقيا، كل ده فمحمول على النفل عند القدرة، أي على القيام في الأول والقعود في الثاني، وهذا في حقنا. كل الكلام ده بقى في حقنا، له نصف أجر القاعد والحاجات، لكن في حق النبي كله سواء، صلى قائما زي صلى قاعدا زي صلى مضطجعا. كويس، ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حقه صلى الله عليه وسلم فلا ينقص أجره، فمن خصائصه أن تطوعه قاعدا مع قدرته، وكذا مضطجعا كتطوعه قائما في الأجر. ربنا قايل له إن لك الأجر إيه؟ غير ممنون، يعني مقطوع. أجر النبي ده مش مقطوع خالص، أي عبادة يعملها بياخدها على الوجه الأكمل بغض النظر عن صورتها. دي خصوصية له إكراما له، لأنه عبد بحق ورسول بحق، وربنا كمله وزينه. والنبي مع كماله وزينته لم يكتفي بتكميل ربه، بل كان يعبد الله على أكمل وجه، حتى أنها تفطرت قدماه وشق ذلك على الصحابة، فقال أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. فصل. الفصل اللي جاي بقى ده فصل في سجود السهو، يعني في السهو في الصلاة. والسهو في الصلاة إما أنك أنت تنسى فرض يعني ركن، أو تنسى سنة. والسنن في الصلاة إما هيئة أو أبعاد، وأحيانا تعمل حركة زائدة ليست من الصلاة أصلا، يبقى ده السهو في الصلاة. إزاي تجبر هذا السهو؟ ده موضوع الفصل القادم، هنفتح فيه بدايته ونكمله بعد كده في جلسات متكررة. فصل، أي هذا فصل في بيان ما يطلب ممن ترك شيئا من الصلاة قولا أو فعلا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. أما يقول لك قولا، علشان لو نسيت مثلا قراءة السورة أو نسيت قراءة الفتح، ما هي فرض قولي مش كده برضو، أو نسيت التسبيح. وفعلا عشان لو نسيت ركع الركوع، نسيت السجود، نسيت الجلسة بين السجدتين، يبقى في أفعال قد تنسى وفي أقوال قد تنسى. وترجم بعضهم عن هذا الفصل بقول فصل في سجود السهو، أي في السجود الذي سببه السهو. أما يقول لك سجود السهو يعني إيه؟ يعني أضاف إيه المسبب لسببه، السبب لإيه؟ المسبب للسبب. قال لك سجود السهو أي السجود الذي هو بسبب السهو يعني. والسهو لغة نسيان الشيء والغفل عنه، والمراد به هنا مطلق الخلل الواقع في الصلاة، سواء كان عمدا أو نسيانا، فصار حقيقته عرفية في ذلك. وسجود السهو فصار حقيقة عرفية في ذلك، يعني صار السهو في الصلاة يطلق على الخلل مطلقا، سواء كان متعمد أو نسيان، صار سجود السهو حقيقة عرفية في هذا لأي خلل في الصلاة. وسجود السهو من خصوصيات هذه الأمة، أمة النبي بس الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى شرع لها ما تجبر به سهوها، ولا يؤاخذها حتى في النسيان، ولا فيما أكرهت عليه، ولا ويرفع عنها عند النوم، يرفع عنها التكليف عند النوم. حتى يقول لك إن الله تجاوز لي عن أمتي، يعني لأجل النبي، يعني لولا النبي كان هياخذنا بالنسيان وياخذنا بالحلم، يعني لاجل النبي بس. فهمت ازاي؟ عشان تعرف اكرام من الله للامه من اجل نبيه. ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. وما حدث به نفسه. شوف ربنا اخذ سيدنا ادم باكله من الشجره واكل نسيا. مش ربنا بيقول فنسي ولم نجد له عزما اي عزما على المعصيه؟ طب ما ده لو كان من امه النبي كان ربنا يعديها، ما هو كان ناسي مش كده؟ لكن عشان مش من امه النبي ربنا اخذه على النسيان، وعلشان كده هو في صورته عاصي وفي حقيقته مش عاصي، لانه معصوم، ده نبي. يبقى سيدنا ادم في الحقيقه ما عصاش، لانه لم ياكل من الشجره الا ناسيا، والانسان في حال نسيانه لا يؤاخذ، لكن ربنا اخذه بالنسيان تعليما لأبنائه، تعليما لأبنائه وإجراء لحكمته في خلقه للأرض. لكن هو في الحقيقة ما عصاش ربه متعمد، ده كان ناسي خالص. عشان كده ربنا التمس له العذر،
قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. فما تعبش في أبوك آدم، لأنه أولا أبوك، ثانيا نبي، يعني ليه حقين، حق الأبوة وحق النبوة. والناس دلوقتي تعيش في سيدنا آدم، لا تراعي حق أبوة ولا حق نبوة، ويقول لك لولا إن كلمة الشجرة ما كناش جينا الأرض هنا وتعز، ما كنتش أصلا جيت، اتخلقت، كان فضل قاعد هو وستنا حواء لحد دلوقتي لوحدهم. ده هو خروجه من الشجرة خلاك تيجي وتبقى مشرف ومكرم وتتبع لهذا النبي الكريم. يعني هو اكله الشجره كان بركه عليك، والا كنت انت فضلت في العدم مالكش ذكر. فهمت؟ فيبقى الواحد ما يعيبش في الانبياء، لازم يراعي ايه الادب معهم. يبقى سيدنا ادم لما اكل نسيا، فهو عاص في الصوره طائع في الحقيقه، وعشان كده معصوم. اكله من الشجره لا ينافي عصمته كمان. الانبياء معصومه، ما تفعلش الحرام، يعني لا تتعمد فعله. فهمت بقى الحته دي مهمه، لأن في ناس بتغلط كتير في سيدنا آدم. وعشان كده لما حجوا سيدنا موسى، سيدنا آدم رد عليه كلمة واحدة. سيدنا موسى لما قابل سيدنا آدم قال له إيه؟ قال له أنت أبونا آدم بقى اللي كلت من الشجرة وخرجتنا. قال أتعيرني بأمر قد كتبه الله علي قبل أن ينفخ في من روحه؟ ده ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة من الأول، ده من قبل ما يخلقنا. فقام سيدنا الرسول لم يعلق على الحوار اللي تم بين سيدنا ادم وسيدنا نوح، بيقول ايه؟ فحاج ادم موسى، فحاج ادم موسى يعني ايه؟ يعني اقنعه، يعني افحمه. فما قدرش يرد بقى. فصل، اي في هذا فصل في بيان ما يطلب ممن ترك شيئا من الصلاه قولا او فعلا، فرضا كانت الصلاه او نفلا. وترجم بعضهم عن هذا الفصل بقوله فصل في سجود السهو، أي في السجود الذي سببه السهو، فهو من إضافة المسبب للسبب. والسهو لغة نسيان الشيء والغفل عنه، والمراد به هنا مطلق الخلل الواقع في الصلاة سواء كان عمدا أو نسيانا، فصار حقيقة عرفية، يعني عرفية في مطلق الخلل في ذلك. وسجود السهو من خصوصيات هذه الأمة، ولم يعلم في أي سنة شرع، ما نعرفش سجود السهو ده شرع في سنة كم الهجرة، وإنما شرع جبرا للخلل وإرغاما للشيطان، ولم يجب كجبر الحج. يعني الحج فيه حاجة اسمها دم جبران، في الحج فيه دم جبران، وفي حاجة اسمها دم اختيار، يعني في دم اختيار، يعني في أشياء تجبر بالدم، لكن تبقى في خلل في الحج، لكن تجبره بإيه؟ إنك تذبح. زي واحد احرم في غير الميقات، بعد الميقات مثلا، يبقى عليه دم. عمل مثلا حلق شعر، لبس هدومه وهو محرم، كل ده يبقى عنده دم جبران. لكن في الصلاه، ودم الجبران ده في الحج ايه؟ واجب. لكن سجود السهو في الصلاه مش واجب، سنه بقى، مش واجب. حتى ولو كان بسبب ايه؟ خلل في الواجب، فانت بتعمل واجب وتسجد على سبيل السنه وليس على سبيل الفرض. ولم يجب كجبر الحج، لأنه لم يشرع لترك واجب بخلاف جبر الحج. ولا يدخل صلاة الجنازة، ما يدخلش ايه سجود السهو في صلاة الجنازة. يعني حتى لو سجدت في صلاة الجنازة ما تجبرش بسجود السهو، لأن سجود السهو ليست من أفعال صلاة الجنازة أصلا، دي صلاة لا ركوع فيها ولا سجود. بخلاف سجدتي التلاوة والشكر، فإنه يدخلهما على المعتمد. سجدة التلاوة وسجدة الشكر لأنها من جنس الصلاة، فإيه يدخلها سجود السهو، لكن إيه صلاة الجنازة لا يدخل على المعتمد. ولا يضر كون الجابر أكثر من المجبور، لأن أنت بتسجد للسهو سجدتين، وقد تكون أنت ناسي سجدة واحدة فتأتي بيها وبعدين تجبرها بسجدتين، وقد تكون ناسي التشهد الأوسط فتجبرها بسجدتين، ويبقى الجابر هنا أكثر من المجبور، ما يضرش. والسهو جائز في حق الأنبياء، يعني يجوز أن الأنبياء كمان تنسى، تسهو يعني عليهم الصلاة والسلام، ولذلك وقع منه صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر ابن العربي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم سهى في الصلاة 5 مرات. سهو النبي في الصلاة ليس نقصا في حقه، بل هو كمالا في حقه، لأنه بلاغا لأمتي كيف تفعل إذا سهت.
فلو لم يسهى في الصلاة ولا مرة ما كناش عرفنا أحكام السهو. فيبقى السهو في حق النبي ليس نقصا فيه، كالأمية في حق النبي من باب كماله، فالأمية في حق النبي كمال، لأن رغم أميته أتى بما أعجز إيه الأولون والآخرون. يبقى الأمية في حق النبي كمال حتى لا يكون هناك معلما له من البشر، يبقى في حق النبي كمال وفي حق غير نقص. والسهو في حق النبي كمال في البلاغ، وفي حق غيره نقص بشري، لأن النبي بشرا أرسل للبشر، ومن سمات الإنسان أنه ينسى، فلا بد أن النبي ينسى حتى يبين للناس كيف يفعل إذا نسى. فلو لم ينسى ولو مرة يبقى بلاغه ناقص، يبقى نسيان النبي إكمال له في البلاغ وكمال له في حقه. وعشان كده ما يجيش في بالك انه يبقى النبي بينسى يبقى ناقص يبقى عنده نقص، ما لا، النبي كامل، ده نسيانه بلاغ وتشريع، اما نسيان احنا غفلة. بل نسيان النبي عند البلاغ كان نسيان الذكر انشغالا بالمذكور كمان، ده كان نسيانه كان في حال كمال خالص تاني، ده كان ينسى الصلاة انشغالا بربه، لأن الصلاة ذكر، مش كده برضه؟ ولا ذكر الله أكبر، ذكر مين؟ ذكر الله، فانشغل بالله عن المذكور، انشغل بالذكر عن المذكور، فهمت ازاي؟ يعني غاب في ذكر الله عن الذكر نفسه، ودي بتحصل لإنسان ساعات، ساعات ربنا يفتح عليك معنى حلو في آية كده أنت بتقولها في الصلاة، تقوم من حلاوة المعنى ده تنسى أنت كنت في الركعة دي، مش بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل. يبقى احيانا من شدة التجلي الذي يحدث في الصلاة ان الانسان يعني يغيب عن ايه، عن ادراكه هل صلى كم ركعة، تحصل وهي بتبقى في حال كمال وهو تجلي. يبقى علشان كده ما يخطرش في بالك ان نسيان النبي كان نقصا فيه، بل النبي في كل احواله كاملا، بل هو عين كمال الكمال. يعني لو كان الكمال له عين فيبقى النبي عين هذا الكمال، دي الحقيقة كده صلى الله عليه وسلم، بل هو كمال الكمال نفسه. يعني لو افترضنا ان الكمال يتطرق له النقص فالنبي كمال كماله، دي الحقيقه، واخد بالك؟ والكمال لا حد له، ولذا لا احد يستطيع ان هو يعرب عن مقام النبي، لان الكمال شيء مطلق فوق كل كمال كمال، وبالتالي مقام النبي فوق كل مقام، ولا يدرك كنهه ولا كماله إلا ربه. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، مش كده برضه؟ صلى الله عليه وآله وسلم. فبيقول هنا وقع في النبي صلى الله عليه وسلم سهى في 5 مرات في حياته كلها. شوف النبي بيصلي بالناس 23 سنة، بيصلي بالناس جميع الفرائض، كونه يسهى 5 مرات بس وهو بيصلي بالناس، انت بتسهى في الشهر يمكن كم مره؟ شوف النبي بقى في عمره كله 5 مرات معدوده، من اجل التشريع، من اجل التشريع. سهى في الصلاه 5 مرات، احداها انه شك في عدد الركعات، ثانيها انه قام من ركعتين ولم يتشهد، ثالثها انه سلم من ركعتين ثم عاد، رابعها أنه سلم من 3 ركعات ثم عاد، خامسها أنه قام لخامسة سهوا. فإن قيل كيف سهى صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يقع السهو إلا من القلب الغافل لله، أجيب بأنه غاب عن كل ما سوى الله فسهى عن غيره تعالى، واشتغل بتعظيم الله فقط. وما أحسن قول بعضهم: يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو عن كل قلب غافل الله، قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله. ونقف على قوله والمتروك، إن شاء الله نكمله يوم السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكرون، وفعل عن ذكره الغافلون. جزاكم